Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhal musyahidun al-kiram, as'adakum wa awqatakum bi kulli khair. Ma'akum Dr. Muhammad Aunur Rahim, Kulliyatul Syariati wal Qanun. Nurahibu bikum fi barnamij at-ta'lim al-maftuh fi madat fiqh al-ibadat bi Jami'at al-Ulum al-Islamiyah al-Maliziyah. Ayuhal musyahidun al-kiram, في هذه المرة أو في هذه الحلقات القيمة نريد أن ندرس معكم في موضوع الطهارة. الطهارة لغة أيها الإخوة الكرام النظافة والتخلص من الأدناس حسية كانت كالنجس أو معنوية كالعيوب. أما الطهارة في الاصطلاح فهي فعل ما تستباح به الصلاة أو ما في حكمها كالوضوء لمن كان غير متوضع والغسل لمن وجب عليه الغسل وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان. أيها المشاهدون الكرام للطهارة نوعان، أولا طهارة من النجس وثانيا طهارة من الحدث. فالطهارة من النجس هي الطهارة من كل مستكثر يمنع صحة الصلاة كالدم والبول. أما الطهارة من الحدث فهي الطهارة من الشيء الذي يحدث للبدن فيمنع المسلم من العبادات التي يشترط لها الطهارة كالصلاة والطواف بالبيت الحرام وغير ذلك. ويطلق الحدث أيضا أيها الإخوة على نواقض الوضوء. والحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر هو ما يوجب الوضوء كالبول والغائط وسائر نواقض الوضوء، وطهارته تكون بالوضوء. قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أيها الإخوة الكرام، أما الحدث الأكبر فهو ما يوجب الاغتسال كالجنابة والحيض وغير ذلك، وطهارته تكون بالاغتسال. قال عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن كنتم جنبا فتطهروا. أيها المشاهدون الكرام، نكتفي بهذا القدر ونتمنى لكم الاستفادة المستمرة من هذه الجولة القيمة، وإلى اللقاء معكم في الحلقات القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jutaan terima kasih kerana menonton video ini. Jika ingin bermanfaat, sila like, share dan subscribe. Assalamualaikum dari saya, Ustaz Dr. Nik Rahim bin Nik Wajiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.